بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الحلقة في الفيديو اليوم: سئلت كيف يحمي مربي الأرانب أرانبه ونفسه من نقل عدوى الكورونا. لمعرفة نقل العدوى، فبداية يجب علينا معرفة ما هي وسائل نقل العدوى. علما بأني سبق نشرت فيديو سابق، الحلقة 31 بقناتي هذه، بعنوان وسائل نقل العدوى للأرانب. ولكن ونحن الآن أمام جائحة الكورونا، فيجب علينا الحذر أكثر، حيث تناول البعض سابقا وفي بعض الدول احتمالية نقل العدوى عن طريق الخفافيش أو الفيران أو حيوان المرمط، أي أن الاحتمالية من أحدهما وما شابههما ممكنة. ولما كانت الوسيلة لنقل العدوى ممكنة عن أحد طرق الانتقال التي ممكن توافرها من حيث المخلطة أو التلامس أو التنفس والهواء أو العطس أو الكحة، فإنه أيضا توجد صعوبة لو تم الانتقال عن طريق الحشرات الناقلة للميكروب مثل الذباب والناموس والبراغيث. لذلك فعلى المربي أن يراعي هذه الاحتماليات في نقل العدوى، خاصة لوجوب تواجده يوميا في مجال عمله، ألا وهو تربية الحيوانات. فإذا كانت الكثير من الدول الكبرى أغلقت مصانع وسرحت عمال وموظفين منها خشية حدوث الكورونا في مثل هذه التجمعات وانتشار العدوى بينهم، ورغم أن معظم جهات التجمع هذه سواء مصانع أو شركات أو مناطق سياحية وقهاوي وكافيتريات أو أي مناطق تجمعات تختلف عن مجال الارتباط القهري مع الحيوانات. إذن فالواجب على المربي هو الحرص الشديد في تعامله اليومي أيضا مع حيواناته، وإذا كان الأصل في ذلك من الأساس والواجب مراعاته في معظم مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، هو دخول العامل أو المشرف أو المربي ماراً بحوض به مادة الفنيك ليغمس أقدامه فيه، فلا ينقل أي عدوى ميكروب أي عدوى ميكروب يكون قد علق فيه قبل دخوله على حيواناته. لكن هذا الحوض هو كل شيء لمنع العدوى، حيث اختلفت الظروف في أن العدوى الآن هي عدوى فيروسية وليست بكتيرية. إذن يجب على المربي مراعاة زيادة الاحتياط بما يتناسب مع الفيروس. وإذا كانت الدول نشرت وسائل ضرورة الاحتياط بلبس الكمامة وغسيل الأيدي وملاحظة وجود التباعد بين الأفراد وملاحظة الحالة الصحية للشخص نفسه، والتي من أولى مظاهر هذه الجائحة هو ارتفاع درجة الحرارة، ألا ترى أنه من باب أولى تطبيق ذلك في مجال تواجدك مع حيواناتك التي واجب عليك الارتباط بها يوميا لأنها أرواح وليست مواد صلبة كحدايد أو أخشاب أو بلاستيكات؟ وأخيرا يرجى متابعة الفيديو القادم بعد غد إن شاء الله، وإذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبله سلامي وتحياتي.